تقدم عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بتحياته إلى أفراد الحماية المدنية المتواجدين في كل من تركيا وسوريا نظير جهودهم في إغاثة منكوبي زلزال تركيا، حيث كتب في حسابه الرسمي على تويتر: إلى أبنائنا من الحماية المدنية في تركيا وسوريا، تحية كبرى لكم جميعا على ما تزرعونه من بسمة وسعادة بين أهلنا في تركيا وسوريا بكل احترافية بل وبطولة، أنتم فخر الجزائر وعدتم إلينا سالمين غانمين.